دلالات كثيرة على التسامح بين الديانات، على المسائل الكثيرة اللي ورثها صاحب جلالة نصر الله على الوالد ديالو. ونحن من عمالة إقليم أوسرت كنثمنوا هذا الخطاب. شكرا بزاف. البابا فرانسيس وفي خطاب اليوم عاد للمؤتمر الدولي بمراكش قبل سنتين حول حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية، ومنه الإشادة بتخطي مفهوم الأقلية الدينية عودة، وفيها رسائل الاحترام المتبادل الواجب بين كل الديانات. وكما قلنا، يعني صفحة جديدة تفتح في تاريخ حوار الأديان تكرسها هذه الزيارة الأولى من نوعها لبلد مغاربي يقوم بها قداسة البابا فرانسيس، الذي كان قد وجد في استقباله بمطار الرباط سلا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحبي السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، قبل أن يجوبا معا شوارع العدوتين في مشهد ملهم للمسيحيين والمسلمين على حد سواء. نادية اليوبي. زيارة مباركة باركها الرحمن بأمطار الخير التي تهاطلت اليوم على مدينتي الرباط وسلا، حيث كان الاستقبال حارا، ذلك الذي خصه جلالة الملك محمد السادس لقداسة البابا فرانسيس في مطار الرباط سلا. هي الزيارة الأولى لرئيس الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس للمغرب. وجد في استقباله جلالة الملك محمد السادس الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي أيضا الزيارة التي تعطي للعالم درسا في قيم التعايش الديني بين المسلمين والمسيحيين هنا في المغرب، أرض التسامح. مدينتا الرباط وسلا تزينتا لأجل هذه الزيارة بأبهى حللها، وخرجت ساكنتهما من المسلمين والمسيحيين مصطفة على جنبات الطريق لترحب بضيف أمير المؤمنين، والذي كان يسير موكبه جنبا إلى جنب